وللمزيد ينضم إلينا من مدينة العالمين الجديدة مراسلنا محمود جميل. محمود، بعد التحية أطلعنا على الأجواء وأهم الفعاليات اليوم في مهرجان العالم عالمين. أرحب بكم من مدينة العالمين الجديدة، لازلنا نتابع معكم هذه الأجواء المبهجة المسيطرة على فعاليات ومهرجان العالمين الجديدة. ربما الآن يتم الاستعداد لاستقبال أولى مباريات البادل في مدينة الألعاب الرياضية بمدينة العالمين الجديدة، والتي ستكون بين نجمي منتخب مصر كابتن أحمد حسن وكابتن سيد معوض، وستكون هذه هي البداية لانطلاق مباريات البادل وبدء الفعاليات الرياضية في الأسبوع الثاني. وربما تم تجهيز هذه الملاعب في مدينة الألعاب الرياضية، سواء نتحدث عن ملعب البادل أو كرة القدم أو كرة الطائرة الشاطئية أو كرة السلة، تم تجهيز هذه الملاعب في وقت قياسي لاستقبال كل هذه الفعاليات الرياضية المختلفة. وربما نتوقع اليوم أن يكون هناك حضور عدد كبير من الجماهير العاشقة للرياضة بشكل عام، وأيضا العاشقة لرياضة البادل بشكل خاص، للاستمتاع بكل الفقرات المختلفة الموجودة في مدينة الألعاب الرياضية. ربما هذه المدينة أيضا ستستضيف في مساء هذا اليوم عدد من الفقرات الفنية الخاصة بفرق الفنون الشعبية وفرق التنورة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة. فبالتأكيد اليوم ستكون ليلة ممتعة وليلة متنوعة من حيث الفعاليات الرياضية وأيضا الفعاليات الفنية، بالإضافة إلى الاستعدادات التي تتم في مسرح أرينا لاستقبال حفل القيصر كاظم الساهر غدا، وربما هناك استعدادات خاصة. وأيضا نتحدث عن أن مهرجان العالمين يعني أصبح وجهة سياحية كبيرة جدا لاستقبال أكبر عدد من الزائرين، وأيضا خلق فرص عمل لكل العاملين في مختلف المجالات، يعني تكون هذه المدينة جاهزة لاستقبال النسخة الثانية. وبالتأكيد سنتابع معكم كل هذه الفعاليات في مساء هذا اليوم، سواء كانت الرياضية أو الفنية في مهرجان العالم عالمين. شكرا زميل محمود جميل، كنت معنا من داخل مدينة العالمين الجديدة وأيضا مهرجان العالم عالمين.